بريت ماكورغ، سياسي محنك عمل في العام 2004 في القطاع الحكومي كمستشار قانوني في سلطة الائتلاف المؤقتة، وكذلك مستشارا قانونيا لسفير الولايات المتحدة في بغداد، وله باع في صياغة مسودة الدستور العراقي المؤقت والقانون الإداري الانتقالي، وكذلك أشرف على الإجراءات القانونية لانتقال الحكم من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي. في عام 2005 انتقل ماكورغ للعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي كمدير لشؤون العراق، وبعد ذلك عمل مستشارا خاصا للرئيس الأمريكي ومدير شؤون العراق وأفغانستان. في العام 2006 كان ماكورغ أول من دعا إلى إحداث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه العراق، وروج لفكرة زيادة عدد قوة بلاده هناك، والتي بدأت بالفعل مطلع العام 2007. أشار إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن في كتابه نقاط القرار على أنه جزء من فرقة المحاربين الشخصية للرئيس، والتي أدت إلى إحداث استراتيجية جديدة وإعادة الحرب إلى مسارها في العراق. بعد ذلك طلب الرئيس بوش من ماكورغ قيادة المفاوضات مع الحكومة العراقية إلى جانب السفير رايان كروكر لوضع أسس الاتفاقية للإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية لضمان الاستمرارية في ذلك النهج السياسي بعد نهاية ولايته. وفي العام 2009 كان أحد السياسيين الثلاثة الذين انتقلوا من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، وتولى منصب مستشار الرئيس الأمريكي ومستشار سفير الولايات المتحدة في العراق، وتم تعيينه عام 2013 نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي العام 2014 تواجد في أربيل عندما اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مدينة الموصل واقترب من بغداد. غادر بعد ذلك إلى العاصمة بغداد وساعد في الإشراف على إجلاء 1500 موظف أمريكي من سفارة بلاده هناك. وفي خريف العام نفسه عينه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أنذاك سفيرا ونائبا للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش. وفيما يتعلق بالملف السوري، زار ماكورغ عام 2016 شمالية سوريا مع بعثة مكافحة داعش، والتقى مع المسؤولين من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب والذي تربطه بهم علاقات طيبة. استقال ماكورغ عام 2018 من منصبه كمبعوث للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته نظرا لخلافات تتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا.